السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا الأخوان وبياكم إن شاء الله. اليوم بنتكلم عن موضوع تكملة لأحد مواضيع منهج الكومتيا نتورك بلس. اليوم إن شاء الله بإذن الله بنتكلم عن الآي بي سيرفيسز. على بركة الله نبدأ. دي إن إس كأول سيرفيس بنتكلم عليها هي عبارة عن الدي إن إس. دي ان اس اختصار لكلمة دومين نيم سيستم، تمام؟ بعض المراجع بتقول دومين نيم سيستم وبعض المراجع بتقول دومين نيم سيرفيس. ما هو السيستم عبارة عن سيرفيس والسيرفيس عبارة عن سيستم، يعني تقول كده ولا تقول كده الكلام صح؟ صح، تمام؟ طيب فنبدأ على بركة الله. أول شيء عبارة عن النيم، عبارة عن النيم ريزولوشن ويد هوست فايل. طيب شباب، الدي ان اس هو عبارة عن بروتوكول أو عبارة عن خدمة. إيش بيسوي؟ بيقوم بترجمة الأسماء إلى أرقام، لأنه طبيعيا كإنسان كذاكرة بشرية من الصعب ومن غير المنطق إنك تحفظ مجموعة من الأرقام، فلازم تحفظ الأسماء. فهو بيشتغل ترجمة أسماء إلى أرقام وأرقام إلى أسماء، نفس فكرة التلفون. فالتلفون أنت عندك في جهازك، لو كتبت أرقام الأشخاص مجرد أرقام تقدر تميز من اللي اتصل لك؟ طبعا الجواب واضح لا، بس المليح بالتلفون أو الميزة بالتلفون إنه بيسوي عملية ترجمة من الأسماء إلى أرقام ومن الأرقام إلى أسماء. مثال، نحن لما نفتح المتصفح نكتب اسم موقع، على سبيل المثال www.facebook.com. فده عبارة عن نيم بيترجم إلى إيش؟ إلى IP address على سبيل المثال 192.168.1.1، تمام؟ ده عبارة عن الدومين نيم سيستم، دي فكرته. كجلوبال دي ان اس ينقسم الى الامر التالي، يعني كده لو رحنا قلنا دي ان اس دومينز، تمام؟ يعني رحنا عملنا الشيء التالي. فهو يتكون أول شيء من الروت. الروت اللي هو عبارة عن الدوت، تمام؟ طيب الدوت دي بنشوفها نحن بعدين. والدوت دي بتنقسم إلى أقسام، مثال دوت دي إي، دوت يو كي، دوت اي دي يو، دوت او ار جي، دوت كوم، دوت نت، دوت تي في. تي في تلفزيون، نت نتورك، كوم كامباني، اورج اورجانيزيشن منظمة، اي دي يو ايديوكيشن يعني مؤسسة تعليمية. وبعدين كل واحد فيهم ينقسم إلى الثاني، يعني هنا عبارة عن النيم. مثلا على سبيل المثال اكس واي زي اسم، مثلا هنا ياهو اسم، كمان بينج مجرد اسماء.
وبعدين هنا بينقسم إلى اثنين. أول شيء World Wide Web WWW، والشيء الثاني هنا على سبيل المثال سيل ديبارتمنت. تمام؟ فممكن نحن نكتب الموقع بالشكل التالي بيتكون. يبدأ بنبدأ من عد من تحت بنمشي. الطريقة الأولى www.xyz، شوف هنا بعدين طلعنا لفين؟ ل.com. الطريقة الأولى. ممكن كمان الويب سايت يكون بالطريقة دي www.sell.xyz.com. طيب حقيقة الدوت هنا اللي موجودة في الروت هي واقية بعد الكوم، يعني انت بعد ما تطلع بالكوم تمشي وتروح على الروت، اذا لازم ينضاف دوت، سواء كتبت بالدوت دي او بدون دوت فكله شغال الويب سايت. تمام؟ ده عبارة عن الـ DNS domain. نجي الى بروتوكول تاني اسمه الوينز، ويندوز انترنت نيم سيستم، او ويندوز انترنت نيم سيرفيس، فنفس الشيء ونفس الاسم اللي هو عبارة عن الوينز، وينز بروتوكول. ده ويندوز اونلي، هذا اسمه ويندوز دبليو الاولى خاصة بويندوز، بمعنى ان دي التقنية خاصة بمايكروسوفت، لكن الدي ان اس هو عبارة عن بروتوكول عام. كيف اشتغل الوينز؟ الوينز بيشتغل مع النيت بايوس نيم. كيف نشوف؟ كمبيوتر A، كمبيوتر B، كمبيوتر C، كمبيوتر D، يعني كده A و B و C و D، وكل واحد فيهم شبكة. فأول ما يلسي الجهاز الكمبيوتر A بيعمل بروتوكاستينج، يعني بث، بيسوي عمليات بث، بيقول أنا، يعني كذا بيعمل، بيقول لهم I am A، وبعدين بيحط رقمه 192.168.1.1. والجهاز كمان B بيعمل نفس الشيء، فأول ما ينصاب بيعمل بروتوكاستينج وبيطلع بيقول I am B، أنا B وحقي الـ IP 192.168.1.2. كمان نفس الشيء بيعملوا C، ونفس الشيء بيعملوا D. ده إذا كان في مبدأ نت بايوس، أو عفوا إذا كان مبدأ الوينز من ناحية الكلاينت. في دي الحالة بيعتمد على الـ LM host. إيش هو الـ LM host؟ الـ LM host وبيروح بيتفقد الكاش، الكاش الموجودة في النك في النتورك انترفيس كارد، وبيشوف النت بايوس نيم، النت بايوس نيم تبعك اللي هو اسم الكمبيوتر، ويتكون من 15 حرف. في حالة سميت الكمبيوتر أكثر من 15 حرف كانت بايوس نيم بيعتمد أول 15 حرف، يعني بيروح بيعتمد على مقلد اسمه LM host. فين موجود الالم هوست؟ نشوف، نفتح الرن، نروح على السي، وبعد ما نطلع على السي تروح على ويندوز، بعدين سيستم 32، بعدين درايفر، وبعدين اي تي سي، هذا الالم هوست دوت سام، هذا الفولدر او عفوا هذا الفايل اللي نحنا كنا بنتكلم عليه الآن. شفت ده؟ فده عبارة عن النت بايوس. أوكي؟ طيب. وده عبارة عن الهوست نيم. يعني كده ده. نشوف ملف الهوست ده. لو فتحنا بالنت باد كمان. شوف
عندك 1 7 127.0.0.1، فهذا مسجل الى ايش؟ الى لوكال هوست. تمام. نرجع للموضوع. من ناحية بروفيشنال او من ناحية احترافية بيقوموا بتنصيب سيرفر، يعني هنا ده الكلام اللي كنا اول نتكلم عليه في مبدأ الكلاينت، لكن في السيرفر بيعملوا لك هنا وينز سيرفر. تمام. الوينز سيرفر ده عنده تيبل، يعني مكتوب نت بايوس نيم، والخانة دي عبارة عن الاي بي، فهو كاتب لك مثال بي سي 192.168.1.1. فكل جهاز لما بيلصي بيطلع مباشرة هنا على الريكورد الخاص فيه، يعني كده. ده اللي هو شغال على الوينز. تمام. نيجي نتكلم على نقطة تانية اللي هو assigning methods، يعني عن الـ IP addresses. احنا محتاجين نتكلم عن الـ IP addresses. نفتح new page ونتكلم ونشوف. IP addresses معي ثلاثة انواع. معي الـ static IP assignment اللي هو بتوضع IP address manually، ومعي الدي اتش سي بي، ومعي الأبيبة. نتكلم على واحد واحد. نبدأ بالاستاتيك. ستاتيك اي بي مثال نشوف. عندي هنا كمبيوترات، ايش اقصد بالاستاتيك اي بي؟ دي الكمبيوترات متواجدة على شبكة. تمام. فانت كرجل اي تي فواجب عليك انك تمر من الجهاز A للجهاز B للجهاز C للجهاز D عشان توضع static IP، يعني تدور واحد ورا الثاني. احنا بنقول 10 20 جهاز مش مشكلة، بس لو قلت لك 100 جهاز 200 جهاز عشان تشوف المشكلة لازم تنظر أو تنظر إلى الجانب الاحترافي، يعني الجانب البروفيشنال. ولما بضبط ستاتيك اي بي وجب تضبيط مجموعة من الأمور. إيش نشوفه؟ بكل بساطة، أولا عبارة عن الاي بي ادرس للنقطة الأولى. النقطة الثانية بروح أضبط السبنت ماسك. النقطة الثالثة بروح بضبط الديفولت جيت واي. النقطة الرابعة بضبط الدي ان اس سيرفر. دي مجموعة امور انا محتاج اضبطها في الستاتيك اي بي ادرس. يعني كده تروح على هنا رايت كليك اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، تروح على تشينج ادابتر سيتنج، تعمل رايت كليك، تروح على بروبرتيز يعني خصائص، وتطلع على تي سي بي اي بي فيرجن 4، واللي بتعمله الثاني بتحط هنا الاي بي ادرس والسبنت ماسك والديفولت جيت واي والدي ان اس. ده اللي نتكلم عليه. في حالة الدي اتش سي بي من جهة الكلاين بتقول له اوبتين ان اي بي ادرس اوتوماتيكلي، بمعنى انه بياخذ دي اتش سي بي او رقم تلقائي. ده كان عبارة عن الستاتيك اي بي. نشوف الدي اتش سي بي كمان. دي اتش سي بي
دي اس سي بي يختصر لكلمة دايناميك هوست كونفجريشن بروتوكول، يعني ده عبارة عن بروتوكول أو عبارة عن خدمة بتعطي اي بي ادرس بشكل تلقائي. فلو سمحنا بالنيتورك انه كل جهاز ياخذ اي بي ادرس من تلقاء نفسه، في دي الحالة ممكن نعمل لي كونفليكت اي بي ادرس، لانه ممكن الجهاز A ياخذ نفس الاي بي اللي واخذ الجهاز B. لكن اذا فعلنا الدي اتش سي بي من ناحية السيرفر، فالسيرفر عنده رينج يسمى بالسكوب، وهو اللي بيتولى عملية توزيع الاي بي ادرسز على حسب الرينج، تمام؟ وفي دي الحالة بعمل اكسبشن او استثناء للاي بيز او الاي بي ادرسز للسيرفرات اللي بتقدم لي فيها خدمات. نشوف كيف الكونسبت. فعندي هنا سيرفر، يعني ده اسمه ايش؟ دي اتش سي بي. وعندي هنا بي سي، ففي بيناتهم نتورك. اوكي، فاول ما بلسل جهاز البي سي، طبعا حتى لكم غفلت، انا عندي هنا سكوب. ايش هو السكوب؟ هو عبارة عن الرينج الاي بي ادريسس. مثال بقول له بتعمل لي توزيع الاي بي ادريسس من 192.168.1.1 الى 192.168.1.200، تمام؟ في هذا الرينج وزع لي الاي بي ادريسز. طيب اول ما بتبدا تلص الكمبيوتر كبي سي، فهو بيرسل حاجه للجهاز A، دي تسمى دي اتش سي بي ديسكفر. تمام، يعني بيروح بيستكشف الدي اتش سي بي سيرفر، وبعد ما يستكشف الدي اتش سي بي سيرفر، الدي اتش سي بي سيرفر بيرد عليه وبيعطيه دي اتش سي بي اوفر. معناه دي اتش سي بي اوفر يعني بيقول له انا عندي الاي بيات من النطاق ده للنطاق ده فاضية available، يعني ممكن تستخدمه. فبيرد عليها الجهاز بدي اتش سي بي ريكويست. بيرد عليها السيرفر على اساس انه قبل الطلب في المرحلة الثالثة واختار اي بي ادرس. فبيرد عليها السيرفر وبيقول له دي اتش سي بي اك. يعني تمت المصادقة، تمت الموثوقية، تمام؟ دي الطريقة اللي بيشتغل فيه بمبدأ دي اتش سي بي. يبقى موضوع على الدي اتش سي بي، لو بتستخدمه كتو نتورك على سبيل المثال، نشوف نرجع على موضوع الدي سي بي. نروح الى هنا نغلق موضوع دي اتش سي بي مثال، نشوف ايش انا كنت اقصد. هنا عندي راوتر، تمام؟ وهنا عندي أجهزة متصلة على الراوتر ده، وفي الجهة دي عندي كمان أجهزة وعندي كمان دي اتش سي بي سيرفر. في دي الحالة أنا عندي شبكتين، معنات كلامي ده
لما الجهاز ده ايه؟ بي سي. عفوا خلينا نقول كمان ايه، لانه عندي نتورك ثانيه كمان ايه. فلما الجهاز ايه ده محتاج يروح على السيرفر عشان ياخذ اي بي، فالراوتر بيمنع هذا الكلام، ما يعملش بروتوكاستنج لدي اتش سي بي ريكويست الراوتر. في دي الحاله عندي اجيب حل، اما اروح على اللانة الاولى دي واحط في به دي اتش سي بي سيرفر، هذا كحل اول، او ان انا اروح على الراوتر وفي خاصيه اسمه فورورد دي اتش سي بي احفزه ارجعها انيبل، يا اما بستخدم ذا الحل او بستخدم ذا الحل. اوكي ده بالنسبه للدي اتش سي بي في حاله الراوتر. تكلمنا على الستاتيك اي بي ودي اتش سي بي، الان بنتكلم على الابيبه. اوتوماتيك برايفت اي بي ادريس. ابيبا كبروتوكول ابيبا بياخذ نطاق من 169.254.0.0 الى 169.254 الى 254.255.54 ده النطاق الخاص ببروتوكول الأبيبة Automatic Private IP Address. نشوف كيف اشتغل بروتوكول الأبيبة بكل بساطة. أنا عندي هنا سيرفر، دي اتش سي بي وعندي هنا كلاينت، بالشكل ده تمام. انا بفترض انه هنا حصلت مشكله، قد تكون بسبب الكيبل، قد تكون بسبب ما مشكلة حصلت في النيتورك. فالأجهزة A و B و C مش قادرة تأكسس على الدي اتش سي بي سيرفر، فأول ما بتلصي بتعمل دي اتش سي بي ايش؟ ديسكفر، بتروح بتشوف انه ما فيش جهاز دي اتش سي بي افيلبل، ما فيش ريسبوند، ما فيش اوفر، فبتروح بتاخذ لها اي بي ادرس من ذا الرينج. ولما بتاخذ اي بي من ذا الرينج وبتجلس تضرب رايح واجي على الدي اس سي بي سيرفر حتى تاكسس عليه وتاخذ اي بي، ده الشيء في به مشكله. كيف؟ اقول لك بحاجه، انه الان على سبيل المثال كان الدي اس سي بي سيرفر لاصي وكجهاز A أخذ الرقم الثاني 192.168.1.25، الجهاز A أخذ الـ IP وبعدين حصلت المشكلة دي، يعني هنا قطعت الشبكة. فالجهاز B والجهاز C بياخذوا عبر بروتوكول الأبيبة، يعني على سبيل المثال بياخذوا أرقام من the range 169.254.0.1 على سبيل المثال، وهنا بياخذ لي 169، وهنا بياخذ لي 169.254.0.2. ففي دي الحالة أنا عندي هنا نتورك ما بين الجهاز B
والجهاز سي. ليش؟ لأنهم واقعين من نفس الشبكة، شفت؟ من نفس الرينج، من نفس المسار، من نفس المستوى. ولكن الجهاز ايه فهو مش واقع في نفس الشبكة، فهذا بيخرج خارج الشبكة. ده الشيء اللي مش كويس في بروتوكول الأبيبة. نيجي نتكلم على حاجة كمان بالآي بي سيرفيسز، اسم النات، نتورك ادرس ترانسليشن، يعني البروتوكول اللي بيتولى عمليات الترجمة. فنشوف النات كيف اشتغل. عندي انترنت كده، عندي هنا نات، وبعدين كده اللي هو عبارة عن الورك ستيشن كمبيوتر او اللوكال لان. تمام؟ طيب ده يسمى بابليك، وهذا يسمى برايفت. ده برايفت نتورك، ده بابليك نتورك. كل جهاز بالشبكة كلوكال لان يحق له ياخذ برايفت اي بي ادرس، بس مش من حق البرايفت اي بي ادرس ده يطلع على الانترنت. السؤال يطرح نفسه بيقول كيف؟ بقول ما هو انا في البيت عندي برايفت اي بي ادرس وطالع على الانترنت. بقول لك لا، انت ما تطلعش على الانترنت، اللي يطلع على الانترنت النات يروح جايب لك الريكوست اللي انت طلبته. كبرايفت اي بي ادرس يحق لك تاخذ اي بيز او اي بيات من ذا النطاق. يعني كده خلينا نقول برايفت اي بي ادرس من ذا النطاق يحط لك واحد، عندك كلاس A، اثنين كلاس B، ثلاثة كلاس C. ككلاس A مسموح لك التالي 10.0.0.0 إلى 10.255.255.255. ككلاس B وكلاس C عندك 172.16.0.0 إلى 172.31.255.255. وكلاس C يحق لك من 192.168.0.0 إلى 192.168.255.255. يعني مسموح لك تاخذ اي بي ادرس من ذا النطاق. فنشوف ايش اللي يتكون او ايش اللي يصير. على سبيل المثال نقول الجهاز ده اللي في الشبكة عنده اي بي ادرس التالي 192.168.1.1، تمام؟ وده الجهاز راح ارسل طلب مثال www.xyz.com، طلب شركة، طلب ويب سايت، اشتي يعمل براوزينج. فالاوردر راح طلع من الجهاز على اللوكال لان وماشي للنات. النات عشان ما ينسيش عنده جدول، الجدول فيه مكتوب كده هوست ومكتوب بورت. ايش من بورت؟ مش نحن امس لما تكلمنا عن البورت في الحلقة اللي قبل فقلنا في ويل نو بورت، في ريجسترد بورت، وفي دايناميك او برايفت بورت. فانت لما بتعمل ريكويست ما بتطلبش على 80، بتعمل على دايناميك او برايفت بورت.
تمام؟ فالطلب بيجي للنات، والنات لما بيطلع بيطلع بالاي بي ادرس الخاص فيه، يعني بيطلع بالاي بي ادرس الخاص تبعه، نشوف ايش اللي بينعمل. فهو بيكتب بالهوست كذا مثلا 192.168.1.1، تمام؟ وكبورت بيكتب 64302.21. فهذا عنده جدول الان. فلما بيطلع بالطلب بيطلع بالاي بي ادرس تبعه، على سبيل المثال 125.6.1.1، وبيروح بيطلب الموقع اللي انت طلبته اللي هو عباره عن www.xyz.com. ولما بيرجع الخبر هو عنده جدول هنا، بيروح بيرجع لك اياه مباشرة، وانت بتستقبل وبتقدر تتصفح. ده اللي بيستوي. وحتى اكون قد اقفلت النات عبارة عن one way، يعني خط واحد، بمعنى انك رايح مش راجع، يعني طالع مش داخل. فهو بيعمل كده زي الوول، زي الجدار، يعني راح مقسم لك. فمسموح لك تطلع، بس تدخل لا، بس تطلع مسموح. وعبر النات في خيار يحفز في النات عشان تتمكن من ميزة الدخول والخروج لما تدرسوا ان شاء الله الامس اي تي بي، هو عبارة عن الدايناميك اند والستاتيك نات، يعني كده dynamic and static NAT. تمام؟ دش. طيب اعتقد الى هنا انتهينا من توضيح الخاص بالاي بي سيرفيسز.